بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 13 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح معنا. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج عبد العزيز من الرياض، يقول: هل الذي يقوم برمي المخلفات من أوراق ومعلبات من نوافذ السيارة أو هو ماشي بالطريق ينقص شعبة من شعب الإيمان؟ لأن أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وجهونا في ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن أذية المسلمين بأي نوع من الأذى محرمة، ومن ذلك إلقاء القاذورات في طرقاتهم أو الأشياء التي تعرقل سيرهم أو يكون فيها خطر عليهم كالزجاج المكسر أو إلقاء الشوك أو غير ذلك من كل ما يؤثر على سير الناس في طرقاتهم. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فإن إلقاء الأذى في الطريق يكون محرما ويكون من شعب النفاق بمدلول هذا الحديث الشريف ولقوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، تخلي في طرقات الناس في ظلهم، وغير ذلك من الأدلة على احترام مرافق المسلمين، سواء ألقى هذا الأذى مباشرة وقصده أو ألقاه من غير قصد من نافذة سيارة أو نافذة بيت أو عمارة أو غير ذلك. الواجب على المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين، ويستحب له أن يزيل الأذى عن طريق المسلمين، ويكون ذلك من شعب الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بسبب شجرة أزاحها عن طريق المسلمين. كل هذا مما يدل على احترام مرافق المسلمين من طرقاتهم وغيرها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في صلاة العيدين الفطر والأضحى هناك من يصلي ركعتين قبل جلوسه في المسجد، وهناك من يجلس فور دخوله المسجد نأمل الإيضاح بذلك. صلاة العيد إذا كانت تصلى في صحراء وبمصلى معد لذلك خارج البلد، فإنه مما لا شك فيه أنها لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، فمن جاء فإنه يجلس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها كما في الحديث، وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد. أما إذا صليت صلاة العيد أو الاستسقاء في المسجد فهذا محل نظر، فمن نظر إلى حكم المسجد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال الحديث عام لصلاة العيد وفي غيره، لداخله لصلاة العيد وداخله لغير صلاة العيد، فيشرع له صلاة ركعتين تحية المسجد. ومن نظر إلى حكم صلاة العيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها فإنه يجلس ولا يصلي إذا دخل المسجد نظرا لحكم صلاة العيد. فالمسألة فيها نظر، على كل حال الأمر في هذا واسع، فمن صلى تحية المسجد عند دخوله لصلاة العيد فلا بأس، ومن جلس نظرا لحكم صلاة العيد فلا بأس. بارك الله فيكم. من الرياض السائل ألف عين يقول: سمعت أناس يقولون بأن الذي يعزف عن الزواج ولا يتزوج ويصبح عازب يدخل النار، فهل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا قول فيه مبالغة. لا شك أن الزواج مرغب فيه لمن يستطيع القيام
بحقوقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الزواج مطلوب لما فيه من المصالح العظيمة، ولا ينبغي الرغبة عن الزواج مع القدرة عليه، لأن هذا خلاف السنة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصل الحد إلى أنه يدخل النار، وإنما يكون عمله هذا مكروها ومخالفا للسنة إذا فعل هذا من باب التدين. إذا فعل هذا من باب التدين فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما بلغه عن الثلاثة الذين قال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام، قال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنة فليس مني. فإذا كان يفعل هذا من باب التدين فهذا محرم، لأن هذا من الغلو والتنطع في الدين. أما إذا فعله لا من باب التدين، وإنما من أجل التخلي عن تحمل مسؤوليات الزواج وأثقاله، فهذا أمر مكروه. والزواج يعين الله جل وعلا صاحبه على مؤونته وعلى تكاليفه. الزواج يعين الله صاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من إمائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فوعد المتزوجين بالغنى. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل سلطان العتيبي يسأل ويقول: بأن والدتي لم تستطع الحج وقد بلغت من العمر 55 سنة، وهي لم تستطع الحج، هل يحل لنا أن نحج عنها أو يحج الإبن وإلا الأخ وذلك من مالها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت الوالدة حية وقادرة في جسمها على مباشرة الحج فإنه يجب عليها أن تحج حجة الإسلام إذا توفر لها المال وتوفر لها المحرم. أما إذا كانت ميتة أو حية لكنها عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها عجزا مستمرا لمرض مزمن فإنها توكل من يحج عنها، تنيب من يحج عنها، تحج عنها أنت أو أحد إخوانك أو أي أحد من المسلمين حج عنها، لأنها أصبحت عاجزة فتجوز النيابة عنها في الحج، بل يجب عليها هي أن تنيب من يحج عنها وتدفع له التكاليف إذا احتاج إلى ذلك، لأن هذه حجة الإسلام. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل المستمع ها ح من جمهورية مصر العربية يقول: فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم توضيح حدود طاعة الأب، وما هي المعاصي التي توجب طاعته، وهل تدخل الأب في كل شؤون الإبن يستوجب طاعة الإبن، وإن كان هذا التدخل يفسد حياة الإبن الزوجية التي يريد أن يعلم الأب عنها كل شيء من ناحية الإنفاق وخلاف ذلك، هل يجوز للأب أن يأخذ من الإبن كل ما يحصل عليه من دخل مادي لنفسه، وأن يعرف بالتفصيل دخل الإبن ويضع ذلك في الإنفاق، وإن أدى هذا إلى خلل في الإنفاق على الزوجة والقيام بواجباته نحوها؟ أرجو من فضيلتكم شرح حديث أنت ومالك لأبيك، لأن والدي غفر الله له يحتج بهذا في كل صغيرة وكبيرة، مع العلم بأنني أعارضه مطلقا في أي من هذه الأمور خوفا من الوقوع في العقوق، وجهوني جزاكم الله خيرا. كل شيء له حدود وضوابط. طاعة الوالد إنما تجب بالمعروف، فإذا أمر الوالد ولده بمعصية فإنه لا تجوز طاعته. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما طاعة الوالد في غير المعصية فإنها واجبة، لأن هذا من بره والإحسان إليه ولما له من الحق على ولده. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالد يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة في أكديته وعظمه. وأما أخذ الوالد من مال ولده فإنه يجوز له أن يأخذ من ماله ما لا يضره ولا يحسن
يحتاجه، ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد أو يحتاجه لنفسه أو لأولاده أو لزوجته أو لسداد ديونه، فليس له أن يبالغ في الأخذ حتى يضر بالولد أو حتى يضيق على الولد في حوائجه التي لا بد له منها. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول هل يجوز للإنسان الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن؟ لا مانع من ذلك، وإن كان الأولى والأفضل أن تالي القرآن يتفرغ لتلاوة القرآن ولا ينشغل بغيره. قال تعالى وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في حق المستمع، فكيف بالقارئ نفسه؟ إنه ينبغي أن يقرأ القرآن وأن يتلو القرآن وهو متفرغ لذلك، مقبل عليه، متدبر لكتاب الله عز وجل. لكن إذا احتاج إلى أكل أو احتاج إلى شرب فإنه لا بأس أن يقطع القراءة وأن يتناول ما يحتاج إليه. نعم، بارك الله فيكم. من أسئلته الشيخ صالح يقول هل يجب على الإنسان الإتيان بسجود التلاوة من الوضع قائما أو يكون من الجلوس؟ نرجو توضيح كيفية الدخول فيه والخروج منه، وماذا نقول في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة سنة ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لقول عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وأداؤه من القائم من قيام أفضل وأكمل، وإذا سجد من جلوس فلا بأس بذلك. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول كيف سميت سور القرآن الكريم، وما سبب التسمية ببعض السور بأكثر من اسم؟ تسمى السورة بما يذكر فيها. نعم، بما يذكر فيها، فكما سميت سورة البقرة لما ذكر فيها من قصة البقرة، من قصة بني إسرائيل لما أمرهم الله بذبح البقرة، وكما سميت سورة آل عمران لما ذكر الله فيها من قصة آل عمران، مريم وابنها عيسى عليه السلام، وأم مريم أيضا، إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ثم ذكر قصة آل عمران، فسميت السورة بذلك. سميت سورة النساء لما ذكر الله فيها من أحكام النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وذكر الله فيها كثيرا من أحكام النساء، فسميت سورة النساء الكبرى. وسورة النساء الصغرى هي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وهكذا كل سورة تذكر تسمى بما يذكر فيها من قصص أو غيره، مثل سورة العنكبوت أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها بيت العنكبوت إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سورة النمل لأن الله ذكر فيها قصة النملة مع سليمان فلما أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سمى الله السورة سميت هذه السورة بسورة النمل لأن الله ذكر فيها قصة النمل مع سليمان، أو قصة النملة مع سليمان عليه الصلاة والسلام. سورة النحل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها آيته العجيبة في خلق النحل وما يحصل منها من العسل الذي فيه شفاء للناس إلى غير ذلك، هذا سبب تسمية السور. ومنها ما هو توقيفي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنه ما سماه الصحابة. نعم، ورجع في هذا إلى علوم القرآن. طيب، نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول كيف يكفر تارك الصلاة ولا يكفر تارك الزكاة مع أنهما غالبا يقترنان في القرآن، وما معنى الآية الكريمة في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ يكفر تارك الصلاة لورود الأدلة. نعم، على كفره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة إلى غير ذلك. أما تارك الزكاة فإن كان تركها جاحدا لوجوبها فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إذا تركها بخلا مع إقراره بوجوبها
فإنه لا يكفر لأنه لم يرد دليل على كفره كما ورد لتارك الصلاة. وأما قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، المراد بالزكاة والله أعلم هنا زكاة النفوس التي هي الطاعة والاستقامة على دين الله. قال تعالى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. تزكية النفوس هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن التزكية معناها التطهير والنمى والزيادة، والطاعة تطهر النفوس وتنميها وتحل عليها البركة والخير، لذلك سميت زكاة. وتفسير الآية بهذا لأن الآية مكية، الآية الكريمة مكية، والزكاة زكاة المال لم تفرض إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فدل على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس لا زكاة المال. نعم. السائل يقول في هذا السؤال: ما هي فائدة الاستعاذة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى حديث إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق بحاجة إلى الاستعاذة بالله عز وجل، لأن كل مخلوق فإنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون، كل مخلوق فهو بحاجة إلى الله. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق، فهو محتاج إلى ربه عز وجل أن يعيذه من الشيطان وأن يرزقه وأن يعطيه ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه وآخرته، الرسول وغيره صلى الله عليه وسلم. وكذلك معنى الحديث والله أعلم لا يغان على قلبي، معناه والله أعلم أنه قد يحصل انشغال للرسول صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله، يحصل له انشغال عن ذكر الله أو غفلة عن ذكر الله، فيعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطيئة يحتاج إلى استغفار، هذا الانشغال الذي شغله عن ذكر الله أو هذه الغفلة التي تحصل منه صلى الله عليه وسلم أحيانا، يعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم من التقصير في حق الله، ويعتبرها ذنبا في حق الله، في يعني ذنبا منه في حق الله عز وجل، فيستغفر الله من ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل ألف ألف من موريتانيا يقول: هل تجوز الصلاة في المساجد التي تحيط بها القبور حيث أن المسجد بني قبل أن يبنى القبر؟ فنرجو منكم التوجيه. إذا كان القبر داخل المسجد أو متصلا به فإنها لا تجوز الصلاة فيه حتى يزال هذا القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومعنى لا تتخذوا القبور مساجد أي مصليات صلى عندها، سواء كان هناك بناء مسجد أو يصلي عندها بدون بناء، هذا من اتخاذها مساجد، الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، وهو وسيلة من وسائل الشرك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إلى غير ذلك. أما إذا كانت القبور منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد طرقات ومنفصلة عنه، فإنها لا تؤثر على المسجد، ولا مانع من الصلاة في هذا المسجد لأنه منفصل عن القبور بطرقات أو فضاءات تحول بين القبور وبين المسجد، يكون المسجد على حدة والقبور على حدة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت